قرية وافق بولاية البيض، سكانها يعانون من كل المشاكل المرتبطة بحياتهم اليومية، من غياب للربط بغاز المدينة وغياب للنقل المدرسي والرعاية الصحية. من دبقة مازال ما نعرفوش، العرف ما نعرفوش، باش تمشي منا للبيض منا تمشي 30 كيلو، هذه كاين وين تكري لوطو ب 50,000 باش تمشي تخرج حياة ولا تقالي زي ورقة توصل تم تلقى لاشان تلقى ما حصله وخلاص. قصدو في حنا كاع ما نعرفوش اصلا، قين سمعوا به ما قين سمعوا به برك. حنا جانا السيد الوالي جانا هنا خطره زياره، وعدنا باللي المشروع هذا ان شاء الله ينطلق العام اللي فات، وعاودنا مع الجمعيات كذا، جمعيه الاحياء تلاقينا درنا في اجتماع ما في ولايه البيض في الولايه في روحها، ووعدونا كما نقولوا مشروع شحال فيه كذا وين تينطلق كذا، بصح لحد الان ما شفنا حتى حاجه، مجرد وعود. ما قرعة الغاز شحال تقام لكم هنايا؟ قرعة الغاز دبر راسك، روح كري ولا شري ولا عيط ولا المهم دبر راسك تدير اللي بقيت دير. كاميو يجي خاطره بصح حتى نعيطوا بالتليفون، راه خاصنا الغاز. ها كل واحد وكيفاه، كل كاين وين تجيبها، تجيبها ب 40 50 كذا. القرية تبعد عن مقر البلدية البيض ب30 كيلومتر، ومع غياب وسائل النقل وسيارة الإسعاف تتضاعف المعاناة. كي مرض هنا واحد في القرية هذه قرية وافق، لازم تعيط لواحد تكري كلونديسا، تكري تدبر راسك، تقعد جوج سوايع ثلاثة باش تنقلها للولاية، وصديبو توصل تلقى ما تلقاش الحماية، كي تعيط لها ثاني هي تبقى توقت. سيارة إسعاف ما كانش، قاعة علاج كما تشوف هي كاينة، والتجهيزات ما فيهاش، إلا الممرض ما كانش، يجي خطرة يحل 10 يروح ل 11 أيامات ما يجيش، يجي نهار 10 أيام ما يجيش، وحتى ويجي ما كانش تجهيزات باش يدير. في الليل هذيك حاجة واحدة أخرى، لازم تروح تنقل للولاية 30 كيلو باش توصل وتلقى لوطو على الزوج تاع الليل ولا الثلاثة. بزاف. قرية وافق عينة لمعاناة عشرات القرى بالبيض، تعاني التهميش وغياب الاهتمام والوعود التي لا تتحقق.